وحشني وحشني. الحلقة دي القهر ده وحشتوني وحشتوني. عامل ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله. وحشتني موت موت موت. اكتر يا ابني. يلا حبيبتي كفايه احضان، تعالي اقعدي جنبي. سمعتي الكلام؟ تعالي اقعدي جنبي. خليها تقعد متر سلام. لا معلش خليها تقعد هنا، مش هينفع تقف كده. ماشي روح اسمعك لما امي. طب بص انت عامل ايه؟ انت ايه اللي اخرك؟ انت مش شايفه الطريقه عامله ازاي والجو عامل ازاي؟ احنا هنشتغل بقى في الاسطوانه بتاعت كل مره. يعني كويس اصلا ان انا بسمح لك تشوفهم الساعه اللي انت بتشوفهم، انا ممكن ما اخلكش تشوفهم تاني. انا بس عايز افكرك ان احنا لازم نتخانق، لازم نتخانق. طب عند فيك بقى، انا همشي ومش هخليك تشوفهم تاني. قوم يا مليكة. ما تسمعش بابا. قوم يا حبيبتي يلا. بس انت ما تمسكيش بنتك كده. اكسر لها ايديها عشان والله تتاح. والله ده انا اكسر لك ايدك واكسر لك كل إيه حاجه. ايه ده ايه ده انت ازاي بتعمل كده؟ يا تقعدي يا تمشي. اوعى ايدك اوعى ايدك وصوتك ما يعلاش عليا، كفايه فضايح. يلا ما تعيطيش. الكلام ده ما ينفعش العيال يسمعوه على فكره. انا بكرهه. البنت دي من بدري وهي مش قادره تتحمل الكلام. يلا يا مامي احنا بنحبك زي ما بنحبك. ماشي يا حبيبتي يلا ما تقومش. لا انا مش جاي. ايه يا جماعه؟ اهدوا شويه يا جماعه. الموقف كان صادم ومفاجئ اكيد. ابعد كده من النبي. مليكة الرحمة أفعال ومواقف بجد. وانت بتعمل ايه بقى؟ ما تخبى على رزقك. ما كنت شوية بس انا حتى مش عايز. لا 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 اتفضل اقعد معايا. طبعا اقعد معايا اقعد معايا والله. انا عارف مش عايز حاجه اكتر من الفطرة دي. انا بدي ليها ساعه ساعه. اتفضل اقعد اتفضل اقعد. معلش التصرف بانسانيه مش محتاج وقت ولا تفكير. تعالي اقعدي معانا تعالي اقعدي معانا حمد زي مش تعالي اقعدي معانا حمد زي معلش تعالي اقعدي معايا تعالي اقعدي معايا تعالي اقعدي معايا مش مشكله اتفضلي. طب اقول لك مشكله؟ لا مش هقول لك. حضرتك هو ليه ساعه بس رؤيه؟ ودي كانت نظره الصدمه. هو عشان الجو يعني عشان الجو يعني انت لو هتروحي تقابلي واحده صاحبتك بتاع هتلتمسي لها العذر ان الجو وحش وزحمه. نظرة كلها حسرة وألم. هي الحياة معاه مستحيلة أصلا. بعد إذنك. بعد إذنك. يلا حصل حصل. في اللحظة دي قررنا نتدخل ونتكلم معاهم أكتر. يلا حبيبتي. انا عايز اقعد مع ولادي خمس دقايق. معلش يلا بقى يلا يلا يا يوسف يلا انت هتعمل مشكله. السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير. انا كريم كشك من برنامج الصلاه. اهلا مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ حضرتك كنت تخيلي ولادك في نفس الموقف ده؟ اتمنى انه لا اتمنى انه ما يحصلش لا لاي حد خالص البهدله اللي بتحصل للاطفال دي خالص. كلنا عندنا اولاد والموضوع كان صعب جدا يعني ان احنا نشوف اطفال عايزين والدهم والام متحفزه جدا للاب. كان نموذج الام والله يعني ما يستحقش يبقى ام. ما فيش ام كده يعني. ما فيش ام تخرج ولادها ان هم يكرهوا ابوهم ويعملوا ما ده وحش ده كل ما يجي لكم. ايه ليه حتى لو منفصلين ما تخليكم خلوا فيه ود خلوا الولاد تكبر في جو نظيف.